الماتش اللي جاي الوضع شويه بيختلف. انا مجهز لي مفاجاه. لازم يتعلم. المقاتل الحقيقي هو اللي هيكون ملم بباقي الاشياء. تعال نشوف ماتش ام ام اي كامل. ما هيقدر يتحمل لكمات كثيره مني. ان شاء الله باذن الله مصطفى الدرع لي. باذن الله الدرع ما هيطلع من جده. يدخل الان اللاعب اسامه الصعيدي، العمر 27 عام، الطول 1.84 سنتيمتر، الوزن 93، تخصص مصارعه، صاحب 3 فوز بمنظمه ديزرت هورس. شفناه اول نزال في ديزرت هورس 16 في المملكه العربيه السعوديه بالرياض مع عبد العالي ياشو للضربه القاضيه للكمات. شفناه ايضا في ديزرت هورس 18 في لبنان مع اللاعب الناني ديب عقيلي، فاز ايضا بالجيلاتين شوك، ومع علاء المصري في جمهوريه مصر العربيه في ديزرت هورس 19 ايضا بالضربه الفنيه القاضيه. لاعب قوي، تخصص مصارعه، بنيه جسمانيه ما شاء الله قويه، ودائما كلمه المشهوره الصعيدي حيجيب اقلكم. هل راح تكون الكلاكيت رابع مره اسامه يستطيع احمد ان يفعلها، ام لمصطفى راشد قول اخر؟ طبعا عمار اللاعب اسامه الصعيدي طبعا من اللاعبين الاقوياء في منظمه ديزرت فورس اللي نشوفهم في وزن 93 كيلو جرام. كل التوفيق طبعا لاسامه. اسامه طبعا لاعب منتخب مصر في المصارعه الحره، بطل افريقيا وبطل العرب، ينتمي طبعا الى فريق جولد جيم من دوله الكويت الشقيقه، مدربه طبعا الكابتن مجدي الصعيدي، مدرب جرابلينج ومخطط طبعا، مدرب احمال، وكابتن صلاح طبعا عماره مدرب المصارعه وهو بطل عالم ولاعب اولمبي. طبعا الكابتن كمان عمر حافظ مدرب السترايك. دائما تجهيز طبعا كان المفروض انه يروح معسكر عمار لكن ما قدر يسافر بسبب طبعا كان عنده اصابه في قدم اليسرى، لكن اكمل برنامجه التدريبي والاستعداد طبعا في مع الفريق في الكويت وتحت اشراف مدربينا. بالتاكيد طبعا نزال اللقب هو اهم نزال عنده، وان شاء الله انه يتامل انه يكون حامل لقب ودرع هذا الوزن. شفناه بالمصارعه لاعب قوي سوليد، كتله عضليه قويه، بس شفناه بمراتب مصر ان اللكمات تؤثر على اسامه الصعيدي. صحيح عمار، فلازم هو اذا كان يحب انه يكون او يفوز في اللقاء طبعا لازم يدير باله طبعا على اللكمات الموجهه طبعا للوجه، لان هي تفقد اللاعب التركيز عمار. بعد قليل سوف يدخل اللاعب السعودي مصطفى راشد، 27 عام، 1.85 سنتي، 93 كيلو جرام، تخصص كونغ فو، ايضا عنده 3 نزالات، وليجمع بين مصطفى وبين اسامه ان كل ما نزالاتهم من الجوله الاولى. اول نزال كان مع وليد الحسن بالضربه الفنيه القاضيه، بعدين هذا عام 2014، 2015 بشهر 3 مع نور الدين العزار، ايضا انهى بالجوله الاولى بالضربه الفنيه القاضيه، واخر نزال كان مع الياس بعقليني بالسبمشن انبار. هو احد المؤسسين للفنون القتاليه المختلطه في جده، عند جده ام ام اي، عند لاعبين يلعبوا في منظمه الديزرت فورس، وهو مثل ما اشار انه حاب انه يمارس يخلي الدرع بجده، يمارس الكونغ فو منذ الصغر ودخل في الملاكمه والام ام اي، واحد مؤسسين كما اشرت الام ام اي في جده، وعنده مدربين مصارعه جوجوتسو ومجالات مختلفه، روس امريكان سعوديين، ودخل معسكره بصالته الخاصه. طبعا مصطفى من ابطال المملكه في الام ام اي والجوجوتسو لعده مرات، وهذا اكبر تحدي لمصطفى اليوم انه راح يلعب مع اسامه الصعيدي. طبعا هو من
ملك، اذا صح التعبير ملك المصارعين في منظمه الديزرت فورس. هذا اكبر تحدي لاسامه واكبر تحدي لمصطفى لانه على الدرع. ومثل ما اشار مصطفى ان هذه رياضه فيها فوز وخساره، يدخل هو ناوي الفوز توكل على الله، ولكن في خصمه ايضا يدخل الفوز. اتمنى التوفيق للاثنين. من عاصمة الفنون القتالية المختلطة عمان، صار وقت ثالث مباراة بديزرت فورس المواجهة رقم 21، ومباشرة على MBC أكشن، ثلاث جولات من الفنون القتالية المختلطة عن الوزن الخفيف للثقيل 93 كيلو. بالركن الأزرق العمر 27 سنة، الطول 1.84 متر، الأسلوب مصارعة، من مصر أسامة الصعيدي. من الركن الأحمر العمر 27 سنة، الطول 1.85 متر، الأسلوب كونغ فو، من السعودية مصطفى راشد. Gentlemen, you know the rules. Let's have a clean fight. Touch him up if you want to. We're going to fight on the bell. Good luck. أعزائي المشاهدين، طبعا ممكن تتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك، هي الأوفيشال ديزرت فورس، وعلى الانستغرام ديزرت فورس اندر ديزرت اندر سكور فورس، حتى تشوفوا آخر التطورات والأحداث. يبدأ النزال أسامة الصعيدي بالقفاز الأزرق ومصطفى راشد بالقفاز الأحمر على الدرع وزن 93 بعد تخلي محمد كركي عن الدرع ونزوله الى وزن 84. تقدم طبعا اللاعب اسامه الصعيدي في بدايه الجوله. اسامه اكيد يدور على التيك داون. اكيد عمار طبعا يموه بايده عمار طبعا لينقض طبعا على حركه او لتطبيق حركه التيك داون. بس مصطفى راشد اكيد دارس يعني. اكيد عمار عارف. انت ما راح يعني تلعب مع خصم سهل. وعلى الدرع. اكيد الاثنين محضرين وعلى درع. ديزرت فورس وزن 93 كيلو جرام، وزن بعد مش هين، وزن قوي عمار. اوي احمد كله ما له نزال بالجوله الاولى. صحيح عمار. هل يا ترى اوه سريعه من اسامه الصعيدي من عمار من اوه قويه 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 من اسامه. اوب 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 بالاثنين عمار. شوف انا صراحه خفت على مصطفى راشد انه راسه يضرب على الارض. صحيح عمار، لكن تفادى الاسقاط على الراس. اسامه الصعيدي عمار شوف هذه اتوقع احد المفاجات اللي كان مخبنها مصطفى راشد، بان لما يروح اللاعب اسامه الصعيدي لمحاوله يقلب الطاوله مصطفى على اسامه. أوي نزال حلو قويين عمار. احمد يعني ما راح الانفجاريه اللي مش سهله، ما راح يلعبوا على اللقب اذا كانوا هم ما يستاهلوا اللقب. احمد تيك داون مره اخرى. أوي لو 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 لو. مصطفى لاعب كونغ فو ضد أسامة لاعب المصارعة، والاثنين الآن في الفنون القتالية المختلطة على ديزرت فورس. طبعا نحب نشير ان ايضا فريق الاوتس اس او اس فيليج متواجدين معنا. هذه مكلفة عمار، مكلفة ومتعبة ومؤلمة عمار طبعا، يعني لان ما صاب جسم اللاعب، فما في شيء يمتص الركله، فكانت النزله عن يمكن اكثر من نزله، اكثر من ترسات. اسامه الان في وضعيه السيطره الجانبيه، ولكن يعني مصطفى راشد ممسك باسامه حتى يكون فمي في اي فعاليه هجوميه، فاضطر حكمنا الدولي بليك انه يوقف النزال على الارض. اسامه يجب عليه انه يمسك بايده اليمين بوجه اللاعب مصطفى راشد ايوه حتى يكون هناك فيه يعني تفك اللي هي المسكه وتسدد الضربات بالكوع الى مصطفى راشد. لكن مصطفى دارس والصعيدي دارس. سيطره جانبيه طبعا من اللاعب اسامه الصعيدي. مصطفى ماسك صح احمد. صحيح عمار، الاثنين يملكون مهارات وامكانيات طبعا في هذا اللقاء. يهرب مصطفى. اوه 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 او
ولا حسينا فيها. صحيح عمار، قوية سريعة متبادلة ما بين الاثنين عمار. بس شوف المسافة ترى بعيدة بينهم، يعني اثنين بعدين عن بعض، ولما ينقضون ينقضون ك مثل يعني الصقور، جامحين الاثنين عمار. حلو النزال، ترقب يعني، مرة يسيطر مصطفى على نصف الحلبة ومرة أسامة الصعيدي. أسامة يضرب بطريقة همر، يعني أظن كانت شوي من العشوائية يا أسامة. مطلوب طبعا التركيز من الاثنين، أسامة يجب عليه أن يبحث على التيك داونز يعني، بس من بعيد. مصطفى دائما يكون بعيد عن أسامة لأنه عارف. أثبت مصطفى أن يعني خصم مش سهل عمار. أكيد أحمد ثلاثة فوز، مؤسس من مؤسسين الـ MMA في جدة، ينافس على لقب وزن 93 كيلوغرام، يعني إدارة الزفاف ما راح تعطيها بسهولة. طبعا أكيد أحمد، شوف الجمهور، في عندنا الأطفال، في عندنا الكبار، رجال، نساء، حتى في رجال الكبار بالسن فوق الـ50 يعامي يتابعون وخلف الشاشات. الكل يتابع طبعا عمار، داخل يعني موقع البطولة ومن خارج موقع البطولة. أظن في فوق أكثر من 3000 مشاهد. 10 ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى. سجال أحمد بين مصطفى بين أسامة، تعطيها لمين؟ الاثنين والله عمار يا أخي متقاربة جدا. خلي الحكام هم اللي يبتلشوا فيها. أكيد أحمد، والحلو أن نشوف الأطفال يعني متواجدين، هذول الأطفال هم يعني أبطال المستقبل. أشوف أعمار السن من 5 سنين 7 سنين 9 سنين متواجدين. بهالمناسبة أحب أن أهدي شوف أحمد، شوف الإعادات، شوف بعض الإعادات هنا، شوف التيك داون الجميل من أسامة الصعيدي اللي كان الجولة الأولى، حاول موه. شوف أحمد، تابع أعزائنا الجمهور، يعني التيك داون اللي كان أكثر من رائع. سلام من أسامة الصعيدي إلى مصطفى راشد مباشر، ولكن مصطفى قلب الطاولة على أسامة الصعيدي. يعني لو، وهنا شوف اللكمات، لو صادت أسامة ومرة ثانية أسامة ذهب إلى التيك داونز. مصر أسامة على التيك داونز لأن عمار مؤثرة ومحسوبة نقاطها. طبعا هو لاعب مصارعة، فاللي تغلب بلعبه. أكيد يعني جمهور غفير يتعدى 3000 مشاهد خلف الشاشات، وأكيد في الصالة وخلف الشاشات ملايين. مباريات أكثر من رائعة، يعني وزن 93 أحمد، جولة ولا أروع ولا أجمل. مباراة مولعة عمار، مولعة من بدايتها، من الثواني الأولى. الجولة الثانية راح تكون نفس الشيء عمار، ما راح تكون هادية لأن الاثنين يسعون إلى الدرع. وأظن هذه أول مرة للاثنين راح نشوفهم الجولة الثانية. صحيح أعزائي المشاهدين، تقدروا تتابعونا بصفحتنا في الفيسبوك أوفيشال ديزرت فورس، وعلى انستغرام ديزرت أندرسكور فورس هاشتاج ديزرت فورس، وعلى التويتر هاشتاج ديزرت فورس، أما بالانستغرام ديزرت أندرسكور فورس. وأكيد تشوفونا على MBC أكشن، على شاهد، راح تشوفوا كل هذه النزالات يوم طبعا احنا اليوم لايف، واليوم الاثنين الجاي راح يكون الأندر كارت. نرجع أحمد إلى الجولة الثانية. حاول مصطفى راشد لكن أسامة بعد، ترقب مستقيمة من أسامة الصعيدي. هل تذهب النزال إلى الجولة الثالثة أم يستطيع أسامة أو مصطفى أن ينهيها من الجولة الثانية؟ بنشوف مين لياقته راح تسع فيستمر. طبعا توجيهات من المدربين، نسمع طبعا توجيهات مدرب أسامة الصعيدي. أحمد قبل شوي طبعا يعني في طفل اسمه طارق سامي الجمل، يعني نحب نهديه، هو يكون إن شاء الله طبعا والده معروف، هو الكابتن سامي الجمل من المتخصصين في الجوجيتسو البرازيلية، نحب يعني نذكر اسمه وإن شاء الله نشوفه في يوم من الأيام في قفص الديزرت فورس. طبعا نقدم التحية طبعا ل الكابتن والماستر سامي الجمل وكل الموجودين معنا اليوم، وابنه بالاخص طارق سامي الجمل، كل التوفيق طبعا لمتباريده في هذا النزال.
جست النبض طول احمد يعني عندك اكثر من دقيقه ونص. اوه فهمك بس فهمك يا اسامه ترى يعني راشد اكيد دارسك دراسه يعني عايز الفيديو يمكن الاف المرات. انا لو مكان اسامه اتريث شويه لان راشد يدور على ان اسامه ياخذ تيك داون. راشد يدور نشوف قلت المسافه من بينهم. عمار اسامه يا الله على الـ على الـ على المصارعه باور عمار وانقضاضي من الدرجه الاولى وهذا اللي مطلوب عمار من اللاعب يعني لاعب الفنون القتاليه المختلطه انه يكون قوي والهدف اللي رايح له يوصل له ودائما في المصارعه دائما يكون الهدف حتى لو الهدف بعيد المصارع دائما يكون عنده القوه الانفجاريه في اسقاط دائما قوي هذه من مميزات لعبه المصارعه. الان مصطفى راشد في وضعيه الدفاع الكلي وممسك ايضا بجسم اسامه الصعيدي حتى يكون ما في اي فعاليه هجوميه. ما اعرف الحكم اظن انه في اسامه اظن حكم البليك يقول له اسامه انه يا اسامه ممنوع تضرب يكون اصبعك بالعيون فيعطيه وقت الى الراحه ودائما وقت الراحه ما يكون في الكورنر اللي هو بدا فيه يكون بجانب مدربينه ما يكون. هذه طبعا هي من خصائص ديزرت فورس والفنون القتاليه المختلطه. المباراه مولعه واليوم مولع 21 يعني هذا الايفنت رقم 21 ديزرت فورس. شفنا جلال الدعجه واحمد فارس امين نشب هو حامل الوزن ال 120 كيلو جرام مع تفوقه على اللاعب عبد الرحمن العنزي بالضربه الفنيه القاضيه والان هذا الكومين ايفنت بين اسامه الصعيدي ومصطفى راشد. طبعا الصاله ممتلئه عن بكره ابيها حتى زياده عن بكره ابيها حتى نشوف بين يعني الجمهور حتى بين المدرجات يعني الكراسي انتهت. جمهور الاردني عمار مميز ومحب لهذه الانواع من الرياضات ومثل ما اشارت سبين ان هي الاردن وعمان هي عاصمه الفنون القتاليه المختلطه العربيه مثل ما هي الامارات او ابو ظبي عاصمه الجوجوتسو في العالم. طبعا نحب نشكر سمو الشيخ طحنون بن زايد اللي هو الاب الروحي للجوجوتسو والفنون القتاليه المختلطه. دخل الحكم حتى يشوف هل يستطيع مصطفى راشد او في اي خطوره عليه ولكن يعطي الاذن باكمال المباراه واذا احمد اذا الحكم قال ان اللاعب ما يستطيع يوقف النزال. هذه طبعا ما هي لعبه يعني يبدا النزال خشونه دائما في هناك مجددا. قوانين صحيح عمار وهذا سبب وجود الحكام عمار في هذا النوع من الرياضات في قوانين كثيره تحمي اللاعب اكيد وللحد من الاصابات طبعا. عمار أسامة يبحث عن التيك داون ومصطفى مترقب دائما لأسامة ولكن تيك داونز بالجولة الثانية طبعا أكثر لأسامة أظن تحسب لأسامة أكيد عمار. طبعا أعزائي المشاهدين طبعا هناك حكام خلف القفص يقومون طبعا باحتساب نقاط للاعبين في حالة انتهاء الجولات الثلاث يموه يعني مصطفى راشد ما استطاع وذهب مصر مصطفى راشد على حركة الجيلاتين عمار بس أظنها قوية المرة هذه أحمد شو رأيك مفروض من مصطفى أنه يسكر عمار شوف يهرب الصعيدي يسكر ريلة طبعا ما كان مسكر ريلة لأنه ما بانت فعاليته لأن خلفه القفص عمار حد من السحب طبعا هذه مميزة مميزات القفص مرات يكون لك مرات يكون عليك مرة ثانية عمار سبرو حلو دفاع جميل إلى محاولة الإسقاط المفروض من مصطفى في هذه الوضعية أنه يضغط على الرأس عمار وياخذ الظهر لكن شوف أسامة ماسك إيده مصارع وممكن أنه يقلبه عمار لكن هاي محتاجة قوة أعتقد في 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 منتصف الجولة أو نهاية الجولة الثانية ممكن يعني تكون متعبة لأسامة لكن خطأ مصطفى أحمد أنه مدخل كوعه لازم الكوع ما يكون في 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 قبضة الخصم. انت دائما لما تعمل سكرول عمار يكون صدرك ضاغط على منطقة الرأس او خلف الرأس على اساس انك انت ما يكون عندك القوة لرفع رأسك.
شوف نشوف ما بقادر ان مصطفى مثلا ياخذ الظهر كامل. نعم او تكون وضعيته مؤثره. شوف مصر 27 ثانيه احمد. اعتقد هدف اسامه انه يحافظ على ما تبقى من الوقت ويخليها الى الجوله الثالثه. او دير بالك يا اسامه. ينسحب اسامه. اوه يا الله قوية. ست ثواني ينتهي النزال. تنتهي الجولة أظن أعزائي المشاهدين ولا النساء الجولة الثانية. أنت أظن أن يعني الصفارة أو انتهى الجولة أنقذت أسامة الصعيدي. سيف باي ذا بيل. سيف باي ذا بيل. طبعا لك ما كانت مؤثرة طبعا في وجه أسامة كادت أن تنهي اللقاء. عمار دائما لقاءات الدرع تكون قوية ومميزة. عمار فيها أكشن فيها حركة كثيرة. أحمد الدرع راح يكون يعني اسمك أو اسم أي واحد الدرع راح يكون محفور أن مثلا أمين نشب أول واحد عربي أول رجل عربي يحمل وزن 120 كيلوغرام. أسامة أو مصطفى ممكن يكون ثاني واحد بعد تنازل كركي. حلوة حلو الفوز. حلو أنك تكافئ نفسك بالدرع. صحيح عمار. شوف عمار يعني نشوف صمود مصطفى بعد محاولات كثيرة من أسامة في يعني إسقاطه والفوز بنقاط الإسقاط. نشوف العادات أظن العادات هنا هذه الحركة هذه هنا واحد يعني الثانية وتراجع أسامة جميل ولكن ضربات هذه يعني لو كان استمر أكثر من 5 ثواني أو 10 ثواني كان انتهى النزال. كان ينهيها الحكم طبعا. صحيح الحكم لحظات تفصلنا عن بداية طبعا الجولة الأخيرة والثالثة جولة الدرع. لمن الدرع لأسامة أم لراشد؟ والله أنا قبل ما الكل في ترقب عمار. أوي 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 أوي. الدرع قريب من إلى الأقوى والأجدر في هذا اللقاء. أوه يقلبها أسامة الصعيدي عمار وينفجر في نهاية اللقاء. أترينجل ضيعت بس دفاع جميل. البرشر عمار الضغط ضغط قوي ضغط المصارع لكن هذه خطر في المصارعة. عمار اتوقع اسامة ما راح يتنازل بالسهولة ولا مصطفى راح يتنازل. اظن في مخالفة لو تنعادل شوي. شوف هنا في الحكم يطلب الدكتور. شوف 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 انا احمد الاسقاط الجميل اللي كان من اسامة الصعيدي. يا ريت نشوف شو المخالفة اللي كانت. شوف أظن كانت هناك مخالفة راح نعرفها شو صار وراح نخبركم أعزائي المشاهدين إذا الحكم بليك إجا وخبرنا ما هي نوعية المخالفة اللي كانت مصطفى راشد. أظن أن أسامة الصعيدي هو شاف الحكم. نحن شفنا الحكم يطلب طبعا من مصطفى راشد الابتعاد عن أسامة. سلامات لأسامة. شوف الدفاع الجميل الضغط دفاع الضغط هذا دفاع متعب عمار. الضغط هذا طبعا متعب مع الـ مع الـ مع استخدام القوة اكيد الدفاع جدا متعب. نشوفها بالبطيء عمار السبب طبعا ايقاف. حط ايده اليسار ايده اليسار في عين اللاعب أسامة الصعيدي. اتمنى طبعا السلامة للاعب أسامة. ما هو قرار الحكم؟ مباراة سجال واظن هذه ايضا ممكن تكون نوع من يعني تاخذ الانفاس ممكن تكون سلاح ذو حدين.
يعني ممكن مصطفى هو اللي يعني ياخذ نفس وممكن اسامه تفيده. حلو حلو السوفليكس الرائع هذا. شوف شوف القوه انت كان سكوات لاعب قوي اسامه. الاثنين قويين عمار لكن القوه الانفجاريه اللي يملكها اسامه يعني واضحه في جميع لقاءات عمار. يدخل يزن الغطاس الان اظن العمليه انه يحاول يغسل عين اللاعب اسامه الصعيدي. اظن سوف يعود. الابطال لا ينسحبون، الابطال يعودون دائما لان الدرع يستاهل. درع ديزرت فورس يدخل من لجنة الكوميشننج رياض الطائي يتكلم مع الحكم بليك. طبعا هذه لجنة مستقلة لا تتدخل إدارة ديزرت فورس بقراراتها، وهذا يضيف مزيد من الشفافية والمصداقية إلى المنظمة. حكم أيضا يرجع ويعود ويرى ما إذا كان يستطيع لاعبنا أسامة الصعيدي أن يكمل الجولة الثالثة والأربع دقائق الأخيرة من إزالة الدرع. يعني ممكن أنت تتحمل كثير من الضربات وممكن يعني يعني تدفع بإمكانياتك أنك تكمل اللقاء، لكن في العين شوي ممكن يكون صعوبة لأنك أنت ما تقدر تشوف، تصعب وتتعب الرؤية عندك. فننتظر نحن قرار حكم اللقاء لوك ليك. ويدخل يزن غطاس ايضا، ودخل الدكتور ودخل رياض الطائي، ويقفل الان باب قفص ديزرت فورس. الى نعود معكم لنكمل الاربع دقائق و12 ثانية الاخيرة من نزال الكومن ايفنت لهذه الليلة. استكمل اعزائي المشاهدين الجولة الثالثة والاخيرة بين مصطفى راشد واللاعب أسامة الصعيدي. لاعبين مميزين عمار، أقوياء، فاجؤونا صراحة بالأخذ والرد ما بينهم. إسقاطات جميلة من أسامة ودفاع قوي من مصطفى. عمار استعداد الاثنين أعتقد ما كان بسيط. طبعا أحمد الدرع، بس أظن إسقاطات أسامة كانت أقوى وأكثر. ما شفنا إسقاطات من مصطفى. من شفنا مصطفى دفاع راشد. قوي من مصطفى عمار. أحمد بس يعني اذا كانت انتهت انت كلاعب تعطيها للحكام فدفاعك ما راح يحسب لك الاسقاطات واللكمات او الركلات. السيطره على القفص، على نصف القفص تحسب لمصطفى. لو انا مكان اسامه الحين اعزائي المشاهدين الان يجب احاول اني اكون متحفظ قليلا حتى ان اشوف هجمات مصطفى. مصطفى عليك انك تذهب الى القاضيه والفنيه القاضيه والاسقاط، لان امامك ثلاث دقائق فقط الان بالضبط. مصطفى راشد يحاول تسديد لكمه سفليه. دير بالك يا صعيدي، دير بالك يا صعيدي. عمار اتوقع من اسامه ان يعني او المطلوب من اسامه ان يغير استراتيجيته في هذه. ذكرني بمنير الازاز يهجم هجمات عشان ما يعطي اي فرصه لخصمه للدفاع ينقض عليه انقضاض الاسد. والاسد الصعيدي انقذ، لكن مصطفى قوي، مصطفى قوي صامد. عمار صامد قوي، لاعب بألف لاعب. شفناه ايضا متواجد مع تلاميذه بالاندر كارت مصطفى، وهذا يحسب له كمدرب، كعقليه مدرب رائع. وهذا الجميل في منظمة ديزرت فورس، ما في لاعب ضعيف وقوي عمار، الكل يعني مميزين بمهاراتهم وقوتهم. أكيد يعطوا الفرصة للاعبين الجدد، ولكن الفرصة تجيك مرة مرتين، تستغل الفرصة استغلال جيد، تثبت نفسك، تتواجد في ديزرت فورس، تتواجد على الام بي سي اكشن. تقريبا 50 مليون بني آدم قاعدين يشوفك من المحيط إلى الخليج. أكيد. جميع الدول العربية تتابعك. فوجهك راح يعني يكون مألوف عند جميع الجمهور العربي، وهذا يساعد اللاعب انه يحصل على رعاه حتى انه يبني مستقبله، وانه يكون يعني اكيد يفتح اكاديميه ويجوا اكثر من 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 لاعب.
يلعبوا عنده. طبعا شهرتك هي اللي تعديك و و و و وخبرتك في الفنون القتالية المختلطة. أحمد دقيقة و17 ثانية لمين؟ للحين للآن مصطفى. لا أسامة أنا أقول. أنا كنت بكمل ما خليتني مصطفى وأسامة الاثنين صراحة بس مفاجئين. يعني بوجهة نظرك أنت كمحلل ومين مصطفى تقول؟ راح نشوف. الله أعلم يا عمار، مخليها لي للحكام، قرار الحكام. تفصلنا طبعا 55 أو أقل من 50 ثانية عن نهاية المباراة على وزن درع 93 كيلوغرام. مصطفى راشد من السعودية ضد أسامة الصعيدي من مصر العربية. ماذا يجري في خلد أسامة وماذا يجري في خلد مصطفى راشد؟ الآن مصطفى يسخن باليمين، يسخن باليمين، يعني تكون أو لا تكون يا مصطفى. هل يغامر مصطفى بآخر 15 ثانية؟ 10 ثواني. الصعيدي وراشد، 4 3 2 1، وينتهي نزال الدرع بين مصطفى راشد من المملكة العربية السعودية وأسامة الصعيدي من جمهورية مصر العربية. أول مرة الاثنين يوصلون إلى الجولة الثالثة، في العادة دائما ينهونها في الجولة الأولى. عمار زين خلصني، مين تقول في وجهة نظرك؟ اعتبر نفسك واحد من الحكام. ها في نظري ما راح احد حسبك عليها ترى، يعني بوجهة نظرك خلينا نشوف الجمهور هل يوافقنا الرأي. مصطفى فاجأني بلعبة زين، واعتقد ان النتيجة راح تكون متقاربة جدا زين، وأسامة كان اندفاعي زين، لكن اندفاعه ممكن كان. انا اريد الزبدة، اريد الزبدة. بتقول ولا لا؟ بتقول ولا اتركك؟ للأفضل ان شاء الله، للأفضل ان شاء الله اكيد. انا راح اغامر، انا اقول راح تقول أسامة الصعيدي. انا حشوف بعد ما اطلع فوق على القفص راح اشوف السبين راح تقول مين وراح اشر لك. ها انا طبعا يعني حبي لأسامة وحبي لمصطفى راشد وحبي لكل اللعيبه العرب صراحه، كلهم اخواننا يعني يستاهلون ويستحقون الافضل. قرار الحكيم كان منفصل، الحكم الأول عطى 29-28 لمصطفى راشد، الحكم الثاني عطى 29-28 لأسامة السعيدي، والبطل عن وزن 93 كيلو ب 29-28 مصطفى راشد. ألف مبروك للاعب مصطفى راشد بفوزه بدرع وزن 93 كيلوغرام.
هارد لك للاعب أسامة الصعيدي، خسارته في هذه المباراة وخسارته للدرع. ألف مبروك للاعب مصطفى راشد اللاعب السعودي. جمهورنا ألف مبروك إلى بطل الجديد لوزن 93 كيلوغرام اللاعب مصطفى راشد. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم كلكم. مباراة كانت قوية والخصم كان متعبني شوية في المصارعة. شوية؟ كل ما أدخل لكمتين ألاقي ما شاء الله لاصق في رجلي. هذا أول نزال لمصطفى راشد يخلص بقرار الحكام، دائما متعودين على مصطفى راشد من الجولة الأولى. والله كنت ناوي أغلقها في الجولة الأولى بس هو عنيد شوية. شو الخطة اللي كان يتبعها مصطفى راشد؟ والله أنا كنت حاب ألعب معاه ستاند أكثر، عشان هو زي ما أنت شايف بطل ما شاء الله من أبطال المصارعة، كل شوية ألاقي نازل في الرجل، ماني عارف أحط مجاميع كويس، يعني وقف لي المجاميع. بس شوف حدثنا، شوف الشاشة وحدثنا عن الإعادات هنا، شو كان خطة الجيم بلان اللي تغيرت مع مصطفى راشد في القفص؟ أنا كنت عارف إن هو يركز على التيك داون، بس حاولت أسوي ديفنس، بس ديفنس مع بطل من أبطال المصارعة بتكون صعبة شوية، بس الحمد لله اللهم لك الحمد في الأول والآخر. فبعدين جمعت النقاط. الحمد لله الحمد لله. طب مصطفى راشد ثاني سعودي يحمل درع ديزرت فورس، عندنا عزيز جليدان وعندنا مصطفى راشد. اللهم لك الحمد، اجتهدنا وربنا أكرمنا الحمد لله. وأحب أشكر السعودية ومن رعاني، أحب أشكر أهلي وأمي الغالية ورؤتي وتلولتي، وأشكر جماهير الأردن. وللمعلومية أنا حابب هذه الصالة، وجهة حلوة علي، لعبت فيها بطولة قبل كده والحمد لله فزت، يعني اللهم لك الحمد. وأشكر شكر خاص لكل أهل مرزة وكل اللي واقفين على ديزرت فورس، يعني أنا سمعت قصة أستاذ محمد مرزة وعائلة مرزة في إنهم دخلوا الام ام اي في الأردن، الله يعطيهم العافية. شفنا بمصطفى راشد بالأندر كارت، عندك لقاء الدرع، ولكن شفناك متواجد مع أحد تلاميذك يعني بجنب الكيج. الحمد لله الحمد لله، هذول طلابي ولازم أوقف تحت طلابي ومدرستي ام ام اي جدة اللي أسستها، وشكر خاص لكل من ساهم من ام ام اي جيت سبليمنت هاوس، الأخ عادل الأنصاري، كل من ساهم، وفريشة الراعي الرسمي حقنا وباد بوي، اللهم لك الحمد. ألف مبروك يا مصطفى راشد، حيوا معنا بطل الجديد لوزن 93 كيلوغرام مصطفى راشد من السعودية.